مساء الفل عليك وتحيات كابتن حلمي طولان وكابتن حماده صدقي وكابتن اسامه حسني ليك. حبايبي كلهم، كابتن حلمي، كابتن زاد، كابتن وحماده، حبيبي يا طارق. منورين. كابتن طارق ازيك بتفضل حبيبي؟ ساكت، انت ساكت ساكت لكن من ورا السكوت ده كلام كتير جدا جدا. بحييك النهارده على ادارتك للقاء، بحييك بجد يعني، بحييك على 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 حتى توقيت التغييرات اللي انت عملتها رائع جدا جدا، هدوءك في الملعب وسيطرتك وتركيزك وتدخلك في الوقت الصحيح، كنت الافضل، كنت الاحسن، كنت المسيطر، كنت الاكثر فرصا على المرمى، يعني تعدت الفرص حوالي 6 أو 7 كابتن طارق. حبيبي يا كابتن سيد، بمس عليك طبعا وعلى كباتن مصر المغربي، كابتن حلمي وكابتن حماده وكابتن اسامه، منورين. الله يخليك. ما فيش شك، الحمد لله المباراه صعبه جدا، انك تقابل تيم الزمالك في اول مباراه وانت مجدد التيم بالكامل. احنا مجددنا التيم بالكامل، التيم بتجهز كل اللعيبه، مش بتتكلم في 3 لعيبه فقط من الموسم اللي فات موجودين في ارض الملعب، وده يمكن احنا ده اللي خلانا بدانا بدري. بدات يوم 15 رمضان بالظبط تحديدا فتره اعداد، قدرنا نجمع بعض اللعيبه من الممتاز ده، فاهمني؟ زي عبد الرسول اللي مساك النهارده، السباعي نادي النصر، عندك رضا، محمد رضا الاحتياطي النهارده باك اليمين من بني التمنود، مجموعه من اللعيبه، حميد ماو ده منتخب تنزانيا، لعيب كويس، لعيب كويس قوي، لعيب كويس قوي. طيب اتفضل يا كابتن. ضد منتخب مصر هنا، فكل التوليفه دي يا كابتن سيد محتاجه كانت وقت، فالوقت انا لازم كنت اديه لهم بشكل كويس عشان يظهروا في هذا النظر. فالحمد لله بدايه الموسم بدري، علشان انا عارف انا هعمل ايه، وعارف ان اللعيبه دي محتاجه انها تلعب ماتشات كتير. احنا لعبنا 14 مباراه ودي، طبعا كثرت الماتشات بشكل كبير، اديتهم فتره من الاعداد البدني والخططي فتره طويله جدا عشان يحفظوا من الشغل اللي هدامي عليه. بالنسبه لمباراه الزمالك، انك تقع مع الزمالك في ماتش بالنجوم الكبار الموجودين بالملايين اللي اتصرفت، حاجه غريبه جدا. وفي نفس الوقت حاجه في نفس الوقت تقلق وتخوف. طبعا. انك انت هتلاعب اللي بينزل محمد ابراهيم واللي بيطلع ايمن حفني. اللي بينزل مصطفى فتحي. بيطلع اوباما. اوكي. بتتكلم في نجوم نازله ونجوم طالعه. الاعداد النفسي للماتش كان من اسبوع. كل يوم يا كابتن سيد كنت بقعد اتكلم مع الولاد ازاي نقابل الزمالك، وازاي نفسيا نبقى كويسين، وازاي 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 وازاي، وما تخافش لما تنفرد بمرمى الزمالك. لانك انت لما بتنفرد بمرمى فريق في نفس المستوى بتحطها، بتيجي في الزمالك بتتخض. انا مش عايز دي، لكن ده اللي حصل. مظبوط، صح. يعني ده اللي حصل النهارده. مظبوط. رايحين اكثر من 7 مرات. ده الشوط الاول. الشوط الاول انت بتتكلم في حاجه 4 5 اهداف مؤكده. طب خليني اقول لك، انا قريت من المشهد ايه وانا بتفرج على اللقاء، وحضرتك برضو تتكلم معايا وبعدين اسالك سؤالي الاخير. انا قريت المشهد ان انت حطيت احمد رؤوف كمحطه اساسيه تحتيه حميد ماو اللي هو لعيب تنزانيا، واحمد زولا ناحيه الشمال، وبيكلي بيغيروا مع بعض، ده عنده سرعات ومهاره وده عنده سرعات ومهاره، وحميد ممكن يلعب الناس وينزل في نص الملعب، لكن الاساس ان احمد رؤوف هو المحطه اللي ممكن تستند عليها والباقي كله جاي من ورا سرعات. بالظبط، مظبوط يا كابتن سيد. احمد رؤوف تحتيه بيكلي مهم جدا، لعيب مهم جدا، محوري بيلعب تحت راس الحربه، بينزل في نص الملعب وبياخد محمود عبد العزيز، محمود عبد العزيز بينزل يستلم كتير، فانا مديله مهام خاصه بان هو يشتغل مع محمود عبد العزيز، والاثنين اللي في نص، لان الراجل بيلعب 4-1-4-1. اوكي. ماو، حميد ماو بيشتغل على الزياده في نص ملعب سواء محمد ابراهيم او اوباما في الشوط الاول، اوباما وايمن حفني، والعجوز بياخد ايمن حفني. اوكي. يعني انت بتشتغل بالثلاثه بتوع نص الملعب على الثلاثه بتوع نص الملعب بتوع نادي الزمالك. اوكي. وبالتالي ضغطنا عليهم بشكل كبير. هي محور اداء نادي الزمالك حاجتين، حاجه وانا تابعت المباراتين الوديتين شفناهم بشكل جيد وتابعناهم بشكل جيد. محمود عبد العزيز لاعب بينزل يستلم وهو اللي بيلعب، ده ضغط عليه ما بقاش يشتغل الشغل ده خالص، من الضغط عليه من حق في لونج باس والكوره الطوليه اللي على الاطراف، مظبوط، من عند محمود حمدي او من عند عبد الغني اتقفلت عن طريق احمد صبحي وعن طريق السباعي، وكان بيميل الناحيه دي القاضيس او الناحيه دي كاليبرو شغال، وبالتالي حاصرنا نادي الزمالك. كانت القصه كلها في مهاره كهربا، مهاره محمد ابراهيم، ايمن حفني فردي، كل بقى الامور دي فرديه بقى حسابها وعالجناها بشكل جيد. فالحمد لله الولاد يعني عملوا شكل، وازيد لك كمان من عن الشوطين على الاهداف اللي ضاعت الشوط الاول،
لان دي كانت ممكن تكلفنا في ثانيه هدف صحيح صحيح وخساره 3 بوند صحيح كانوا في المتناول. طيب وكمان ازيد لك من الشعر بيت زي ما حضرتك بتقول، حتى محمود عبد العزيز وهو بيلعبهم لما كان بياخد طرف من اطراف الملعب في تحضير الهجمه بالنسبه لنادي الزمالك كان ممكن ينزل ايمن حفني، كنت بتنزل واحد وراه برده ما بتسيبوش يستلم. اكيد ما ايمن حفني كان معانا عجوز، حميد ماو كان معاه اوباما ده الشوط الاول، وايضا بيكلي كان بيشتغل على المنافسه. طيب سؤالي قفلت نص الملعب بالثلاثه دول بتوعك بحيث ان هم يشتغلوا ادوار دفاعيه، وفي نفس الوقت المرتد بقى لان ايمن حفني مش هيرجع وبقى مش هيرجع وصرح برضه محمد ابراهيم مش هيرجع مصطفى فتحي مش هيرجع، فبالتالي انت عندك سرعات قدام سواء دول على ومساحات، سرعات ومساحات تقدر تستغلها. سؤال بقى او لا، كصراحتك المعهوده الدائمه يعني، فوجئت باداء نادي الزمالك النهارده ولا بالنسبه لك كان شيء متوقع؟ ليه؟ فوجئت باداء نادي الزمالك، يعني كنت متوقع ان اداء نادي الزمالك يبقى بالشكل اللي انت شفته ده ولا كان شيء متوقع بالنسبه لك؟ بص يعني انا مش منجم، لكن انا من خلال متابعتي لمباراتين الجونه والانتاج الحربي انا كنت متوقع اداء الزمالك. هقول لك الاسباب الرئيسيه. الفترة اللي قضاها الراجل مع نادي الزمالك لغايه دلوقتي غير كافيه ان هو يقرا اللعيبه كويس. فهو لسه ما وصلش التشكيله، ده رايي الشخصي، لسه ما وصلش التشكيله هو عايزها، هو بيلعب على اساس قدرات معينه شافها في التدريبات. اوكي. لكنه في نفس الوقت ما وصلش لمرحله من القناعه ان هو مثلا يحط طارق في الحته دي او يحط ابراهيم في الحته دي او يحط محسن في الحته دي. انا ده تفكيري، وخلي بالك ده اللي انا لعبت عليه وقلت اللي لعبت عليه، ان الراجل ما كانش عنده فتره كافيه خالص ان هو يشتغل بشكل كويس بارتاحيه كويسه، وما كانش عنده وقت. الثلاث ماتشات الودي اللي اتعملوا في القاهره والماتشين الودي والماتش بتاع المانيا ما يديش للراجل حريه في ان هو يفهم قدرات اللعيبه بسرعه. أوكي. وبالتالي هو هيعاني في اول اربع خمس لقاءات لان هو لسه ما وصلش التشكيله من وجهه نظر الشخصيه، ممكن يكون كلامي غلط لكن دي توقع من خلال المباريات اللي اتعملت على العموم. على العموم خليني اقول لك كابتن طارق يحيى، اديت مباراه رائعه جدا جدا، كنت تستحق الثلاث نقاط مش نقطه واحده كمان النهارده من اللقاء، يعني شكرا جزيلا ليك. اتفضل كابتن حلمي كمان. حبيبي احنا وقفنا عند كنا بنتكلم على الامر الفني. اتفضل.